السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم. تونسي يرد على وزير تونسي سابقا بأن تونس ليست ولاية جزائرية. تابعوا معنا هذا الفيديو. السلام عليكم. بلاش بعد سي ناجي جلول وزير سابق تاع التربية وكان في حزب قائد السبسي، مرحوم قائد السبسي، كان معه، كان في الحزب وحزب نداء تونس، وكان في وزير التربية مدة، شد مدة، هو أستاذ تاريخ، وأنا إنسان معناها ما تنجم تقول عليه اللي تحب، إلا أنه ماهوش، ما عندوش تكوين، عنده تكوين علمي وجامعي، قرا في فرنسا، وأستاذ تاريخ في الجامعة التونسية، اللي بروفيسور، كان صدقني ربي. إنسان إنسان محترم، أنا ما تنجمش، ولكن اللي سمعته، الكلام اللي سمعته منه نهارين، ننسى البارح نهارين أخيرا مؤخرا، الكلام اللي سمعته منه معناها ماناش في حاجة ليه، يظهر لي معناها ساعور أنه هو مش وكان جاء معناها شخص آخر نقولوا ممكن ياسر معناها مدفوع، فما شكون دفعه، ما هو مستقل، هو عامل حزب معناها مركز احزاب الدكاكين، عندوش حزب هو واللي زوز من الناس معاه ولا ثلاثه، بحيث حسب ما نشوف فيه هذا، على قد ما كان ناجح، على قد ما هو ناجح في الميدان الاكاديمي والعلمي وفي التاريخ وفي كذا ميدان واختصاصه، على قد ما هو ماهوش موفق في الميدان السياسي. نسمع فيه في اذاعات احنا ماناش ولايه جزائريه، وهذا صحيح، احنا ماناش ولايه جزائريه، احنا دوله حره مستقله ذات سياده، معناها عندنا باع كيش يقولوا فيها، هي باع وذراع، ماناش هذا، احنا اعضاء في الامم المتحده، وعندنا معناها علاقات دبلوماسيه مع البلدان وكذا، باه ما فيش قائمة ذي، احنا مناش كيفاش هو، احنا اكثر اقوى من الجزائر، واحنا اهم من الجزائر، واحنا كذا، انت تعرف يا سي استاذ ناجي اللي معناها الحدود هذه تونس والجزائر ما كانوش موجودين وقت اللي كانت كارتاج، ما كانش تونس والجزائر، الحدود عملها الاستعمار، حيث انت تتكلم في حوايج معناها ماشي راكب على بعضها، ما كانش هما حدود بين المغرب وبين تونس والجزائر وليبيا، كلنا مع بعضنا، بحيث تقيم علينا جماعه جزائريين من غاديك، سي نورمال، خاصة يكونوا مدهماء، تو انت مثقف، معناها ما اذا كان اللوم معده ماك، كيفاش ما نلوموش عليك، انت مواطن عادي يسمع احنا الجزائر، واحنا توما ها انتوما، واحنا اعطيناكم، واحنا يعني يقول لك يا جواع هاك اللغه هذيك عاد نتاع اللي هي لا هذا صحيح ولا هذا صحيح، احنا جواع، شبيت جواع، احنا جواع، كون جينا جواع جينا مليون ونص جزائري يعديوا العطل نتاعهم في الوتله، شو لقاو ما ياكلوا اذا كان احنا جواع، هاكا جاوا مليون ونص جزائري الصيف هذايا وتمتعوا بفلوسهم غير مزيه، مش حتى حد عامل عليهم مزيه، اما بفلوسهم جاوا وتمتعوا وعداوا عطله باهيه، اما ماناش جوع احنا، مش كلام غلط، نقص بعض المواد الغذائيه، الحياه واحد جزائري جاء لتونس عداوا في شو اسمه بلا قناع، قالوا لا لازم نسمع تونس جوع، تونس قلت له لا نمشي نشوف كيفاش جوع، قال جيت نلقى فهمتنا البيران محلوله والدنيا والماكله والرستورانات والشيخات، وين نمشي نلقى الشيخ، مش تونس مانيش جوع، كيما الجزائر بالضبط، فرد علي، وكيما المغرب، وكيما ما ليبيا، وكيما مصر، كيف حالنا واحد يا ولادي، حالنا واحد يا سي ناجي، الله يهديك والله، توا
كلام من عند انسان من رعاه هذوما الدهماء والله مقبول، اما من عندك انت استاذ جامعي يتحير علينا النعرات هذية الله يهديك. ايش باش نقول لك؟ الله يهديك يا سي الناجي جلول، ما حشناش بها الحكايه هذيه.